السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جوله في كيك باش تشوفوا الجديد اللي داخلي اليوم. اول حاجه لاحظتها جديده هي هاد اللامبه، او لاتيش لامبه اللي خدامه بالحجيرات، راهي لتحت من بلاستيك، وعندو هذا راهو نتاع الحديد، هذا راهو بلاستيك وفيهم الالوان، كاين الغوص بيبي، كاين الكري، كاين اللون الابيض. الثمن ديالهم 2.99 €، اللي هما نتاع الجاج كما كتلاحظوا. عندهم هنايا هاد البروش، وفيهم هنايا الفراشات، ملي كديروا الشميع لداخل عاد كيبانوا دوك الفراشات. كاين فيهم هاد اللون، كاين اللون الكري، للثمن ديالهم 1.99 €. وجابوا حتى هذا راهو تاع بلاستيك، وهذا نتاع الحديد كما كتلاحظوا. الشكل ديالو رائع، تحطوا فيهم اي حاجه كديكور، حتى تحطوا فيهم الحلويات هنايا، بالثمن ديالو 2.99 €. ولاحظ فيه حتى الحجم كبير، هو الحجم اللي هو كبير على الاخر كما كتلاحظوا، راه هذا كبير على هذا، وللثمن ديالو 3.99 €. حتى هاد الكؤوس كما كتلاحظوا الشكل ديالهم، تحطوا فيهم شميعات لداخل، هما نتاع الجاج، وللثمن ديالهم 1.99 €. وجابوا حتى هاد بلاطويات، هادو راهما صغيورين وفيهم المرايا لداخل، وهذا هو نتاع الحديد وفي هذا النقش. شوف الثمن ديالو 1.99 €. ودخلوا هاد العلبه اللي هي كامله نتاع المرايا، فيها المرايا اللي هي كتفتح هكا، غادي نجبدها لكم كما كتلاحظوا، واللي الثمن ديالها 4.99 €. وجابوا فيها حتى الحجم الكبير، بحال هذه راهي كبيره على هذه بنفس الطريقه، فقط الحجم كما كتشوفوا رائعه. تحطوا فيهم الاكسسوارات، وحتى تحطوا فيهم بحال الحلويات هنايا، اي حاجه. واللي الثمن ديالها 2.99 €. وجابوا حتى هادو، شوفوا على الشكل ديالهم، الشكل كلاسيكي، يجي فيه جوج فين كديروا الصوره ومع المرايا، هادو كيتعلقوا كما كتلاحظوا. جابوا فيهم جوج نتاع الالوان، كاين حتى اللون الاحمر، حتى اللون الفضي، غادي نجبدها لكم كما كتلاحظوا. اللون الفضي رائع، الثمن ديالو 3.99 €. وكاين حتى هاد الكادر تاع الصور، الشكل ديالو بحال الدار، وهذه النافذه، هذا كادر كيتحط وصافي، الثمن ديالو 1.99 €. اللي عجبني فيه تقدروا تحطوا بحال هكا حتى لدباشات، وتقدروا تعلقوا على جوج مرات. عجبني هاد الطريقه اللي داروا ليه، فيك تقدروا تحطوا هنايا الصوره ولا تخليوه بحال هكا، عجبني هاد الطريقه ديالو. وجابوا حتى هاد الديكورات، هاد الورود اللي هما نتاع بلاستيك، راه هذا بلاستيك ولكن عجبني اللون نتاع الذهب اللي داروا فيه، كاين فيهم الاشكال، كاين هذا وكاين فيهم حتى الفضي كما كتشوفوا هنايا، الفضي رائعين، الثمن ديالهم 1.59 €. وفيهم الاشكال، كاين حتى هذا الشكل كما كتلاحظوا، وكاينين هادو، هادو اللي تقدروا تعلقوا وتقدروا تحطوه على ما اظن، هذا كبير خصو غير تحطوه صافي، كنديروا فيهم الشميعات، راه هو نتاع الحديد ماشي نتاع الخشب، الثمن ديالو 15.99 €، هذا الكبير، وكاين اللي صغير فيهم، الثمن ديالو هذا اللي الفوق اللي هو نتاع الحديد، هذا راه هو نتاع الخشب، هذا خشب، الثمن ديالو 7.99 €. وكاينين هادو باقي عقله عليهم، واحد المرات كانوا داخلينهم اكسيون، هادو تقدروا تعلقوهم في اي بلاصه، للثمن ديالهم 1 €، كاين فيهم النجمه، كاين فيهم على هكا على شكل شجره وعلى شكل قلب. ودخلوا هاد الوسادات، هادو نتاع ديزني نتاع ميني ماوس تاع البنيتات، الغرفه تاع الاطفال، فيهم الاشكال، كاين هاد الشكل، كاين حتى هذا، كاين هذا، الثمن ديالو 4.99 €. كاينين حتى هاد الوسادات،
هادو اللي فيهم الكتابة بالإنجليزية، فيهم الألوان، كاين هاد الغوز بيبي، كاين هذا. هادو الثمن ديالهم 3 أورو 99 سنت. وكاينين حتى هاد الوسادات، هادو اللي كيتغيروا، كيتغير من الذهبي للفضي على شكل نجمة، كاين على شكل قلب اللي اللون ديال الكرونة على كيتغير على الفضي. هادو الثمن ديالهم 2 أورو 99 سنت. ودخلوا حتى هادو، هاد الزرابي اللي هما راهما معروفين، غادي نوري لكم هكا حيت ما نقدرش نحط في اللوط، حيت بزاف كتقولوا لي علاش كتحطي في اللوط، غير باش كنبغي نوري لكم وصافي، ما عنديش شي طريقه، حيت واحد اللي كتصور واحد اللي كتوري. غادي نوري لكم غير هكا الالوان اللي فيهم، كاين الابيض، كاين الكرونه اللي عجبني بزاف، كاين حتى الغوز بيبي لهي. خصني نشوف الثمن ديالهم 9 أورو و99 سنت. وكاينين حتى هاد الزرابي، هادو مختلفين على هادو اللي وريت لكم، هذا فيه الريش، هذا ارتيطب التوب ديالو فيه هاد اللون، فيه اللون الابيض، راه هذا راه هكاك محطوط، ماشي انا اللي جبتو، وفيه اللون الكري باش ما غاديش تقولوا راك غير كتحطي في اللوط. هذا الثمن ديالو 2 أورو و99 سنت. وكاين حتى هاد الاغلفه نتاع الوسادات اللي فيهم هنايا الريش، كاين فيهم هاد اللون، كاين اللون الكري، كاين اللون الابيض، الثمن ديالهم 3 أورو و99 سنت. وجابوا حتى هاد الاغلفه نتاع الوسادات اللي فيهم 40 على 40 سنتيم، شوفوا على هادو رائعين، فيهم الابيض، فيهم هنايا هذا الغوز فاتح، هذا كري، شوف الثمن ديالو 1.99 أورو. وداخلين هادو هاد العلب اللي فيهم هذا اللي كيديروا الاضواء، فيهم جوج الالوان، راه هذا نتاع الحديد، وفيهم الالوان الفضي والذهبي، الثمن ديالهم 2 أورو 99 سنت. وكاينين هادو اللي كنحطوهم فوق الطاوله، كنحطو عليهم الطبسيل، اولا تحطوهم هكا، تحطو عليهم اي حاجه كديكور، كاين اللون فيهم الالوان، اللون الفضي، كاين اللون الذهبي، كاين هذا الشكل، هذا راه هو ذهبي، تقدروا ديروه على جوج جهات. شوف الثمن ديالو 1.59 أورو. وجابوا هاد القراعي اللي في الباكيه فيهم 5، هادو واحد المره كانوا حتى اكسيو جابوهم، ديروا فيهم الكونفيتير وفي التقديم تاع الاكل كيجيو رائعين، والثمن ديالهم 1.99 أورو. وعندهم هادو، هاد الترموس تاع القهوه، هادو زوينين اللي خدامين او اللي شي واحد خارج ويدير فيه القهوه في هاد الشكل، الثمن ديالهم 1.99 أورو. وجابوا حتى هادو، حتى هادو كنديروا فيهم اما اتاي او القهوه، اي حاجه بغيتوها، راه هذا راه هو نتاع الشاج، عنده اليد نتاع بلاستيك، الثمن ديالو 2 أورو 99 سنت. كاين حتى هاد السله اللي هي تاع الحديد باللون كري، هذا اللي الثمن ديالو 2 أورو و99 سنت. وكاينين حتى هادو الثمن ديالهم 1 أورو، وفيهم الالوان، كاين فيه الابيض، وكاين فيه ليلى، وكاينين هادو باللون الاخضر، حتى هما فيهم شميعات لداخل، فيهم الالوان، هذا الثمن ديالو 1.99 أورو. ودخلوا حتى هاد الشميعات اللي في الباكيه فيها جوج، هذه كترق الريحه، كاينه هذه نتاع البرتقال، كاينه هذا نتاع الحامض، الثمن ديالو 2 أورو 99 سنت. ودخلوا حتى هاد المرايه، هذه على شكل سحابه باللون الابيض، ولاحظت هنايا في كاين الالوان، كاين هذا اللون، هذا الثمن ديالو 3 أورو 99 سنت. وكاين فيه البلاصه فيه كتعلقوه هاد الجهه،